السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross خطايا 7. فيديو اليوم رح نلعب فاينل بوس اسكانور الشالنج ديفيكولتي، وشلون نقدر نهزمه وشلون نقدر نخلصه بأسرع وقت ممكن. فطبعا أهم شيء تعرفوه، لأنه في عندك أكثر من فريق. أول فريق اللي هو من هون بتفوتوا لهون بتشوفوه، أول فريق اللي هو هذا أحسن فريق، اللي هو ديان سكادي و LR ليزد وزائد مترونا. طبعا الأكثر الفرق عم تستخدم نفس الاستراتيجية اللي هو LR ليزد أهم شخصية بالفريق. في عندك فريق الملايكة كمان في ناس عم تستخدمه، بقى اللي عنكم هاد أو عنكم هاد العبوا اللي بدكم إياه وشوفوا أحسن فريق ممكن تقدروا تخدموا به. طبعا المهمات اللي لازم تكون مختارة هو 3 مهمات هدول. أول شيء أنك ما تلعب بليليا، ثاني شيء أنك تخلصه ب10 لفات، وآخر واحدة أنك تقتله بألتيمت. هلا الألتيمت شوي سئيلة، لأنه هو عنده الفيز الثاني عنده حركة بتشيل الأوربات من كل الفريق مو من واحد بس، بقى شوي مزعجة. هلا أنا لعبته شيء 4-5 مرات عم أخسر بآخر شيء، بس أنا يعني فهمت شلون طريقته، وخاصة المرحلة الأولى كتير مستفزة من ناحية واحدة فقط، أنه لما يجيب ألتيمت بيروح البفات، ونحن مهمتنا انه نروح له بفاته مشان ناخد اكتر سكور عالي، مشان هيك حاطين سكادي. بقى خلينا نجرب ونشوف. بنعمل اول شيء هيك، بنعمل هيك، بنعمل هيك. مبدئيا الاول افضل انك تجيب التيمت بليز باسرع وقت ممكن مشان تقتله باول لفة، ممكن باول لفة تقدر تقتله اذا جالك كرت حلو. اذا ما جالك كرت حلو خلاص بتروح للمرحلة الثانية. خلينا نشوف هلا راح يجيب التيميت ولا ما راح يجيب التيميت. اذا ما جاب التي ممتاز، جاب التي طبعا، لانه لازم خلص طار هلا 100% لازم كل دور يطلع له كارد جولد. شو مزعج، شكلي ما راح يعني تعال نحط تارميل على ديان just in case. نحط هون هاي هون، شو في عندنا ست لا بأس فيه، نحطها مع ريكفري ما في داعي. سنجل تارجت يلا هاتا. وبعدين نحط على كرتين سي سي بس. يلا لو في كروت تعطيك بيسك ستاتس، لو في تبع الجاينتس، جاينتس ما في كرت للجاينتس بيعطي بيسك ستاتس، لانه عندنا 3 شخصيات جاينتس بالتيم. نحاول نجيب التي بليز اول لفة. طبعا الجير كله هاي ممتازة، هاي ممتازة. يا رب يا رب بس ما نجيب التيمت، بس ما في داعي تجيب التيمت. جاب التيمت. طيب مع ذلك بنحاول نقتله بهالطريقة. لا بنعمل التي بنخلص عليه، بنخلي هذا الكارت معنا. وهلا فينا كمان نشيل له أرباته إذا بدنا، بنشيل له أرباته، بنعمل هاي وبنعمل هاي. انفنسبل، أنا نسيان إنه في عنده انفنسبلتي. نايس، كتير حلو ترى، كتير حلو. كملها والله ما لي خلق لا اقعد عيدها، نصلي عيد النظام شي 10 مرات. شو بدنا هلا نقتله؟
نعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك. يلا حبيبي، حرام حرام حرام، روحنا 3 أدوار عنده. هلا بقى ان شاء الله بنقدر نقتله ونتخلص من هاي ونتخلص من هاي. ايوه، واخيرا ما بعرف اذا حتنحسب ولا لا، انه قتلنا الجزء الاول منه بلتي. هلا هون اهم شيء ما تعملوا بفات علينا باف، يا رب ما يقتلنا انه علينا باف، لانه عنده حركه من الحركات. اي واحده فيهم اي اوفر رابتشر، اذا علينا دي باف راح اذا علينا باف راح يعمل 6 أضعاف الدمج اللي بيعمله. فهلا بنعمل هاي وبنعمل هاي وبنعمل بنتخلص من هذا الكات، لانه هاي مو مشكله، بف واحد مو مشكله. يا رب ما يكون هاي تبع الاوفر رابشر راح يعملها هلا. اوكي، ضربني ضربة عادية، يس، ضربني ضربة عادية ثانية. اه ممتاز، هاي هي اللي بتشيل الالتي. مو مشكلة، هلا راح البف من علينا، هلا ما عاد نعمل بفات بحياتنا مشان ما نموت. هلا اعتقد بنستنى حتى يصير عليه 4 بفات بعدين بنضربه. هلا بنعمل هيك. نجمع هدول. كيميرون واري، هلا شايف صاروا عنده اكثر من وحده. روح اوربين كمان حلو. اوكي، هلا بقى بنعمل هاي وبنعمل هاي بعدها، ما عندنا مشكله فيها. نعمل هي هلا ولا نستنى؟ نجمع هدول التنتين. راح يعمل التي على ماترونا، سوري على ديان، بقى مو مشكلة. إذا ضرب ضربتين بعدين عمل التي راح يكون كثير شيء جاز. ممتاز. هلا كمان مرة تانية فينا نستنى لفة بعدين نعملها، شو رأيكم؟ نستنى لفة بعدين نعملها. هلا بنعمل هاي ولك ليفل 2 و بعدين نجيب التي مترونا. هلا ديان ممكن نقدر نقتله بالتي هلا بعدها. نعمل هيك بعدين هيك، يا رب ما تقتله ديان او تنزل تحت ال 30%. اذا نزل تحت ال 30% بتصير اميون، نزل تحت 30% صار اميون. هلا بنشل له الاوربات تبعه. ليش؟ شو صار لحتى قتلي فريقي كله؟ اوكي، ما في شيء غريب، وما عندي انا ما عندي كان بفات، شو قتلي فريقي كله؟ ما عندي غريب جدا، ما بعرف شو اللي صار بصراحة. فجأة صار، هل معناها لازم خلص شيلوا الاوربات، شيلوا البفات فورا من اول لفة؟ علي باف؟ ما كان علي باف.
بس هي طريقة من الآخر، بس لازم هلا بقى أخلصه أنا، كثير زعجني بصراحة. خلينا نشوف هلا آخر مرة نلعبه. ممتاز، نعمل هاي نعمل هاي نعمل هاي مبدئيا. حلو، لفة هاي فين قتله ونروح على المرحلة اللي بعدها. منيح كان سلة لهي ما كان سلة مترونة. نعمل هاي ولا نعمل التي على طول؟ نعمل التي على طول، نعمل هاي ونعمل هاي ونعمل هاي. طلع اتش بيو عالي، هذا بيموت بسرعة. ربما انا كنت اعملها العكس، كنت مفكر حالي راح اقتله بثانية. غليظ كتير ترى صار. حلو، نيو ميتا هاي، نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك. يلا خلصنا حبيبي، منيت لك. هلا فينا بقى نشيل اورباتو مرة ثانية. لا ما اعتقد رح يجيب التي هلا. ما جاب التي، ممتاز. لا جاب التي. بنشيل اورباتو، بنضربه هاي الضربة ونخلي معنا واحدة، بنعمل هاي. ممكن نعملهم بالعكس مشان ناخد. طبعا راح تصير تعمل دمج اكثر. بدي اخلصها هلا، بس بدي اخلصها مبدئيا. انزعجت كثير منه، بس صار هلا بدي اخلصها. يعني هلا كم دور صار لي مروح؟ 6 ادوار. حلو، تنتين، نايس. ما عندي التي. طيب نعمل هاي نعمل هاي وخلي هدول التنتين وخلي هاي. نروح هذا الكالت. بدي هاي الخمسة يروح لي اياها. هلا فينا صح، فينا كمان نحن كل دور نعمل لي اياها، ما في داعي مع بعض. لا هو مشان نروح حد ما بنقدر، ما بنعرف كم مرة راح يطلع لنا هذا الكلب صراحة. رد جولد بايده بعدين هاد. ممتاز، لو معنا التي سكادي كنا خلصناها. هلا راح نضطر. لا تصدقوا شغلة، ممكن نقدر نخلصها هلا، بس ساعتها ما راح اخلصها بالتي.
هاي المشكلة. إذا عملنا هيك وعملنا هيك صار انفنزبل. انفنزبل او رجع لنا كم 500 أرباطنا. حلو. هلا هو شوف في شغله فرصه حلوه نعمل هاي نعمل هاي. ديان رجعت للصفر. هاي مشكله. مين بده يضرب بالتي؟ يضرب بعد يعني. عسكاد يلا لا يوفقه كمان مشان حتى ما اجيب بالتي انا بحدا. رجع اتش بيو كامل شوي تاني حيرجع اتش بيو كامل. نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك. كملها على كل حال. لا بنشيل الالتي بهي بنشيل اورباته بهي بس بدي خلصها صرت انا هلا. هاي شلنا له كل الالتيميت تبعه. شايفين ثلاث مرات شلنا له الاوربات تبعه اخذنا عليها. هلا اذا ما شل الالتي خالصين. ممتاز ممتاز. هلا بنعمل هاي بنعمل هاي وبنعمل هاي. جي جي. هي مو جي جي ابدا بصراحة. تلي واحد من فريقي وما اعرف كم دور صار لي فيها. 4000 تلي ما خلصنا ما خلصنا هاي وما خلصنا هاي وهاي خلصناها باقل من يعني نظامي كان سكوري المفروض 7500 بس بدك حظ بالكروت. هاي المشكلة ما كان 20% منيح بقى بس هاي الطريقة بس بدك حظ بالكروت أحسن من حظنا ويعني هذا الكومبو 100% شغال فيك حتى لو كان انفنسبل مو مشكلة. أهم شيء ما تموت أهم شيء ما تعمل بف. إذا عملت بف خسرت فورا كده بني قاعدة بقى بس. هم بكون سلامتكم اليوم إذا استمتعتوا فيه استمتعت فيه لا تنسوا لايك للفيديو تشوفوا عم خلص كل جديد مني. نشوف آخر فيديوهات تانية. مع السلامة.